بالنسبه للي رونديفو السيده فيها كونسير كتجي مع 8 الصباح ما كيحلهم البيرو حتى ل 8 ونص وكيقول لك باقيين كيفطروا ما كيساليو حتى ل 9 مول التحليلات دايرين بلاكه هي دخل تشوفها دايرين العشرة كيتقاداو التحليلات كيمشيو مالين التحليلات يعني انت كتدخل البيرو هنا باش تكاشي باش تطبع ما كتسالي حتى ل 11 يعني مالين التحليلات مشاو بحالهم وهادو كي غيديروا يموتوا كتجي مع الصباح تجي مع 8 شي نجربها معاك جيبني مع 8 نجيو وما غتقديش الغرض واحد كيفطر مع راسو عطيتيه بالعربيه عطيتيه يقديلك بالنسبه هات ولينا حنا هما الطبه ولينا حنا هما الطبه ولينا كنديروا دواسق باش هات اونكولوجيا كونسير هذا كونسير هات طبيب ديال النخاع والاعصاب شو لي رونديفو فين هات شو لي رونديفو ها لو 26/6/2015 تتموت هي هادي تتموت ها هو عندها دوسي ديال الكونسير ها هو كونسير ها هو دوسي كونسير طبيب ديال العظم هادي حنا ولينا طبا حنا ولينا بلاصه مطبا حنا اللي كنصاوبوا شغلنا طبيب ديال الكلاوي ها هو ديال الجلد هاي ديال التغذيه ديال الهشاشه هانت حنا اللي ولينا طبا بلاصتهم حنا اللي كنصاوبوا شغلنا ها ولينا كنكتبوا بالستيلو باش نشدوا لي رونديفو ديالنا ولا ما درتيش بحال هكا والله وتعطي الفلوس تتقاد شغلك ما عطيتيش الفلوس ما غتقادش شغلك والمغرب باقي ما تقادش وحاجه وحده وزاره الصحه باقي ما مقاداش شي واحد فيكم هنا يقول لي وزاره الصحه تقادات تقادات وزاره الصحه بالنسبه لي رونديفو لي رونديفو والو لي خدامين والو لي ستاجير السبيطار اشنو فيه كامل فيه لي ستاجير ما كاينش طبا كاين لي ستاجير كيشدوك كيبقاو يلعبوا بك يشوفوا كيقراو عليك بالعربيه كيقراو على مرضك اما باش يداووك والله لا داووك الناس اللي ما خدامينش عطيتي 1000 فرانك عطيتي 1000 ريال تقدي شغلك ما عطيتيش ما غتقديش سير تموت ولا مرضتي بلا ما تبقى تجي للسبيطار بحال وحده اقسم بالله ها هي ياك في الكونسير اش قالت لي هذيك النهار قالت لي الا مرضتي بقاش تجي عندنا ولا لا ها نقص انا قلت لها الا مرض يعود يتلاح من السطح حسن ما بقاش يجي عندك قالت لي عمرك ما بقى تجي عندي تاخذ الدواء ها هو عنده فانيد كيدير 1600 درهم الوزير الا ما كان سايق الخبار هذا الشيء خاصو يسيق الخبار خاصو عنده ناس ديالو يخرجوا يشوفوا السبيطارات كيدايرين الناس راه كتموت الناس راه كتموت ديال بصح الناس راه كتموت ديال بصح قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديروا جيم ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوتون وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as trois mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non, non, quatre mecs, ils étaient quatre. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Méditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.